السلام عليكم. اليوم عبارة عن 24 ساعة. تخيل لو قلت لكم راح أعطيكم ساعة زيادة في اليوم، إيش ممكن تعملوا فيها؟ حد راح يقول لي ممكن أروح أدرس فيها، ممكن أروح أشتغل زيادة فيها، ممكن بكل بساطة أروح أرتاح فيها. لكن هل معقول إحنا راح نقدر نأمن ساعة زيادة في اليوم؟ وهاي الساعة لما بنحكي ساعة زيادة في اليوم معناتها في الأسبوع هي تقريبا يوم عمل، في الشهر تقريبا أسبوع عمل، في السنة تقريبا شهرين عمل. تخيلوا هذا الأثر علينا كأفراد، وهذا الأثر كمان علينا كمؤسسات، وهذا الأثر أصلاً علينا كدول. طيب هاي الساعة من وين راح نجيبها؟ هاي الساعة راح نجيبها من إشي اسمه Digital Transformation أو التحول الرقمي. تمام، إيش فكرة التحول الرقمي؟ فكرة التحول الرقمي بكل بساطة انك اجراءاتك تتاكد انك تسويها بافضل طريقه ممكنه واسرع طريقه ممكنه بحيث انك توفر الوقت الضائع في انك تسوي هاي الاجراءات. طيب ايش خطوات التحول الرقمي؟ اول خطوه في التحول الرقمي اللي هي البيبرلس او الالكترونيك ترانسفورميشن، التحول الالكتروني. الفكره وين؟ اي معامله ورقيه عندك انت بدها تنتهي وتصير معامله الكترونيه. يعني هاي فكرة انك والله تروح عند مزود الخدمة ويعطيك ورقة وتبدأ تعبي الطلب تبعك وتروح وحد يدققها وخطك منيح ولا مش منيح وتنختم وحبر احمر وحبر ازرق، هذا الحكي كله لازم ينتهي كأول خطوة، اللي هي كأنت كمؤسسة كشركة كأي حد مقدم للخدمات ما عندك ورق، كل معاملاتك الكترونية. راح تقول لي ممتاز، يعني صفة بدي كمبيوتر، ومش كل الناس عندها كمبيوتر. رح لك صحيح، هذا الكلام سليم 100%، وهذا بنقلنا للمرحلة الثانية من الديجيتال ترانسفورميشن اللي هي تبدأ تستخدم إشي زي الموبايل، بحيث أنا طالما أنا معاي موبايل فأنا بقدر أطلب الخدمة أتابعها أنفذ الخدمة أدفعها وأستلمها عن طريق الموبايل بدون ما أحتاج أشوف يعني أروح لمزود الخدمة أو حتى أشوفه، كل العملية بتتم على الموبايل. المرحلة الثالثة من الديجيتال ترانسفورميشن هي الارتيفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. خليني احكي لكم مثال حقيقي من شركة ارامكس. شركة ارامكس بتوصل الطرود، فبالعادة ايش اللي بصير؟ موظف بيحكي مرحبا استاذ محمد، احنا في عندنا شحنة جاهزة لنوصل لك اياها، وين بتحب نوصل لك اياها؟ والله وصلوا لي اياها على الموقع الفلاني. طيب اسم المبنى، رقم المكتب او رقم الشقه، كذا 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 كذا. امتى بتحب؟ بكره قبل الظهر، بعد الظهر، الساعه 4، الساعه 5، يعني بنتفق على الموضوع وبتبدا يعني بوصلوا لي الطلب. طيب لاحظوا شغله، انه الموظف كان ممكن يحكي معي، انا اكون مشغول في اجتماع، ممكن موبايلي مطفي، ممكن كمان رقم ما عرفتوش ما ردتش عليه، ممكن بعد هيك ارجع انا ارن على الموظف، الموظف هو نفسه يكون مشغول. فاللي عم بصير انه هون في عندنا وقت عم بضيع، ممكن يكون يوم او يومين، واحنا ليش؟ عشان احنا بس ما حكينا مع بعض. طيب ايش اللي عملته شركه ارامكس؟ شركه ارامكس استخدمت الذكاء الاصطناعي بانه يستخدم الواتساب. فاللي صار انه كنت قاعد، اجتني مسج عن طريق الواتساب شعار ارامكس، اسم ارامكس، بقول لي مرحبا في عندنا احنا طرد بدنا نوصل لك اياه، بتحب نوصل لك اياه؟ قلت له طبعا اكيد بحب توصل لي اياه. قال طيب تمام، معلش تعطيني الموقع؟ فانا طبعا على الموبايل وعلى الواتساب، فعلى طول شير لوكيشن، اعطيته الموقع تبعي. قال لي ممتاز، معلش تعطيني اسم المبنى ورقم الشقه؟ ممتاز تمام. قال لي فاعطاني خيارات، 7 خيارات اختار منهم حسب الارقام 1 2 3 4 5 6 7 في الايام، يعني اعطاني اسبوع لقدام اني اي يوم اختاره على اساس استلم الشحنه. بعد هيك اعطاني خيارات للوقت، وفي النهايه قال لي هاي المعلومات هيك كامله، بتحب تعدل عليها ولا خلص نبعث لك اياها؟ قلت له لا خلص المعلومات كامله، ابعث لي اياها لو سمحت. فلاحظوا بالنسبه للذكاء الصناعي، هو كمبيوتر عليه برنامج، هذا الكمبيوتر بيشتغل 24 ساعه باليوم، 7 ايام في الاسبوع، 365 يوم في السنه. فما عنده مشكله انه انا لو شفت الواتساب تبعتي الساعه 12 بالليل وبديت انا المحادثه تبعتي معاه على اساس يوصل لي اياها، ما عنده هاي المشكلة أبدا. لاحظوا أنه مكالمتي مع الموظف أخذت من 2 إلى 5 دقائق، وهذا إشي طبيعي لأنه بده معلومات وبده أسئلة وبدنا نتناقش، وأعطيني هذا اليوم ما تعطينيش هذا اليوم، فصرف 5 دقائق عشان زبون واحد بس.
بس في الذكاء الصناعي راح احكي لكم الرقم، والرقم ابدا مش مبالغ فيه، هو في الدقيقه الواحده كان ممكن الكمبيوتر يخلص 5000 زبون. راح تحكوا له رقم مبالغ فيه، راح احكي ابدا، راح امشي معاكم اقول 5 دقائق كان راح يسوي 5000 زبون مش في الدقيقه الواحده. طيب نرجع نحط الاشياء هيك سمري بسيطه للموضوع، للتحول الرقمي. الاولى يكون عندك تحول الكتروني او بيبرلس، الثانية انك تكون موجود على كل الديفايسز سواء كمبيوتر، موبايل، تابلت، كل الاشياء اللي الناس عم تستعملها، والثالثة المرحلة الثالثة يكون عندك ذكاء صناعي. مقدمة بسيطة ان شاء الله تكون يعني اعطت فكرة عن ايش هو التحول الرقمي. طبعا الموضوع مش بهاي البساطة، فيه له تشعبات كثيرة، لكن ان شاء الله اكون قدرت اعمل مقدمة بسيطة وسريعة. اذا عجبكم هذا الكلام أعطوني 1 لايك ونشوفكم على خير.